الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته للإمارات للمشاركة في مؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 بدبي. وكان الرئيس السيسي قد شارك في الشق الرئاسي لمؤتمر COP28، وجاءت مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. وركز الرئيس السيسي خلال أعمال القمة على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقا من قمة شرم الشيخ، كما أقام رئيس الوزراء اليابان مأدبة عشاء تكريما للرئيس السيسي. وعلى هامش المؤتمر تضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي عقد مباحثات مع رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي. كما شارك الرئيس السيسي في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث والأخير من التصويت. يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني في الأول والثاني والثالث من ديسمبر من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل بمخيم نصيرات وسط قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين في مخيم نصيرات، ما أدى لاستشهاد 13 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى العودة، وإضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض. كما قصفت طائرات الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي وشارع الجلاء شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن الاحتياجات هائلة في قطاع غزة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي يتطلب توفير الملابس والأغطية بكميات كبيرة، إضافة إلى الأدوية والوقود. وقال المستشار الإعلامي والمتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة إن هناك تخوفا من انتشار الأمراض، لافتا إلى أن الأمراض المعوية انتشرت بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه سابقا، كما زادت الأمراض الجلدية 3 أضعاف إضافة إلى تقارير عن انتشار التهاب الكبد الوبائي. وشدد أبو حسن على أن كل تلك العوامل ستكون لها عواقب وخيمة بسبب الازدحام وعدم توفر المياه النظيفة. تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأمين الإفراج الفوري عنهم. وتحدث لأول مرة محتجزون إسرائيليون أطلقت حماس سراحهم هذا الأسبوع أمام حشود المتظاهرين، وشددوا على ضرورة إطلاق سراح باقي المحتجزين فورا. من جانبه حاول نتنياهو في مؤتمر صحفي تبرير استئناف الاحتلال حربه على قطاع غزة، وقال إنه تم اتخاذ هذا القرار من أجل تحقيق أهداف الحرب وإعادة جميع المحتجزين. قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالارد دارمانين إن شخصا لقى حتفه وأصيب 2 آخران بجروح بعد أن هاجم رجل فرنسي سائحين في وسط باريس بالقرب من برج إيفل. وأضاف الوزير للصحفيين أن الشرطة ألقت القبض سريعا على الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما باستخدام مسدس صاعق. وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن المشتبه به سبق وأن حكم عليه بالسجن
أو بالسجن 4 سنوات في عام 2016 بتهمة التخطيط لهجوم آخر، وهو مدرج على قائمة مراقبة أجهزة الأمن الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية. ورياضيا، توج محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني للمصارعة بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات بطولة هاباراندا الدولية التي تقام بالسويد بعد الفوز في كل المباريات التي خاضها. وحقق كيشو الفوز على بطل فنلندا بنتيجة 12-0، ثم الفوز على بطل السويد 8-0، ثم بطل أوكرانيا بنتيجة 4-0، ثم الفوز على بطل كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 8-0. ومن المقرر أن يدخل كيشو معسكرا لمدة 4 أيام، ثم يتوجه إلى فنلندا للمشاركة في البطولة الدورية يوم 8 ديسمبر. ختام موجز 8 فاصل، ونعود لحضرتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.